اهلا بيكم في فيديو جديد. وصفتنا النهارده من وصفات العيد وهي كفته العربيات. هنعملها على الفحم، نعملها على النار، في الفرن، في كل الحالات بيطلع طعمها حلو جدا والريحه فوق الخيال. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا علشان ما اطولش عليكم نبدا وصفتنا. مقادير وصفتنا في منتهى البساطه، وهي عباره عن نص كيلو لحمه مفرومه، لبابة عيش فينو 2 رغيف او 3 توست شايلين الحروف بتاعتهم واخدين القلب، ربع كوباية مية، بهارات كفتة كنور ماجي اي بهارات تحبوها، ملح وفلفل اسود، واتنين بصلة متوسطة. وبكده المقادير بتاعتنا كلها خلصت. اول خطوة هنعملها هنضيف للتوست شوية مية، بس احنا هنبله مش يا جماعة هنغرقها مية، احنا بس هنبلها بالمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا مش عايزينها غرقانة مية، بس تكون تطرى. تمام، هنضيفها في الكبة وهنضيف عليها البصل، هنقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهنضيف الملح والفلفل الاسود والبهارات الكفتة، وهناخدهم فرمة في الكبة. ليه بقى بنعمل الخطوة دي؟ لان دي اللي هتدي تماسك للكفتة يا جماعة. بعد كده هنضيف اللحمة المفرومة، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضيف عليها بقدونس اخضر وكزبرة خضراء، وبتدي طعم حلو جدا للكفتة، وهنفرمهم فرمة في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. خلاص الكفتة بتاعتي بقت جاهزة، ندخلها التلاجة لمدة نص ساعة. بعد كده هنكورها ازاي بقى؟ هندهن ايدينا بالزيت يا جماعة، زيت بسيط جدا، ونبتدي نكورها كور صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلصنا الكمية بتاعتنا، هندخلها التلاجة لمدة 10 دقايق. طبعا هنجيب طاسة بتاعتنا او صينية زي ما تحبوا، هنضيف لها الزيت، وهنضيف لية مفرومة. وطبعا الكفتة دي ما تنفعش تتحمر من غير الزيت واللية المفرومة يا جماعة. وهنحمر يعني هنقلبها كده لحد ما نشم الريحة، وبعد كده هنضيف كرات الكفتة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنبتدي نقلب كده، بس نقلب بالراحة جدا علشان الكفتة بتبقى ضعيفة جدا، فلازم تاخد التشميع علشان تتماسك يا جماعة. هنبتدي نقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اهو شايفين ابتدت تاخد لون ازاي. مش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي يا جماعة، الريحة حلوة جدا 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 في منتهى الجمال. هضيف بقى ايه شوية فلفل كده حار متقطع بالشكل ده، وهقلبه مع الكفتة. وبكده يا جماعة شايفين اهو ما شاء الله الكفتة بتاعتي اتحمرت وخلصت. هنبتدي بقى ايه، نجيب العيش البلدي بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنبتدي بقى نضيف فيه كرات الكفتة مع شوية فلفل من الحار ده. مش عايزة اقول لكم يعني الريحة والطعم حلو قد ايه. وعلى فكرة من الاكلات السهلة والبسيطة اللي ممكن انتوا تجربوها. وصفة سهلة جدا يا جماعة، بنقدمها طبعا مع الطحينة وكمان سلطة المشويات. مش عايزة اقول لكم الطعم والريحة يعني تحفة قد ايه. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار جديد بوصفة جديدة. واشوفكم على خير في الوصفة الجاية، وتوحشوني المرة الجاية.